تتسارع وتيرة المعارك ومعها تتوالى هزائم الميليشيات من خلال تحرير الجيش لعدد من المواقع. هنا في جبهة الجوازع غربي مديرية القبيطة من ريف محافظة الأحج، حيث تمكن أفراد الجيش الوطني من استعادة عدة مواقع من قبضة الحوثيين، أبرزها جبل القحوص الاستراتيجي وسلسلة جبال الكمرات. تحرير جبل القحوص الاستراتيجي وجبل الكمرات كانت تمثل استراتيجية قصوى لدى العدو، حيث منها يستطيع ضرب الخط الرابط بين محافظة لحج وعدن وتعز، وأيضا استهداف مناطق الصبيحة التي شارك جميع بناها في معارك جبهات الساحل، وذلك لتحطيم معنوياتهم والعودة بالدفاع إلى قراهم. ولكن كان هناك رجال قالوا كلمتهم الفاصلة. نجاح الجيش في إحكام سيطرته على هذه المواقع بعد معارك عنيفة خاضها مع عناصر الميليشيات شكل ضربة موجعة للجماعة الإنقلابية التي كانت تسيطر على هذه السلاسل الجبلية منذ أواخر العام الماضي بغرض تهديد طرق حيوية تربط بين عدد من المحافظات. حصلنا على العشرات من القذائف والألغام وذخيرة 23 و14 ومدفع ب10 ودشك. تخليص الجيش لهذه المواقع والقرى من تواجد ميليشيا الحوثي لم يمنع هؤلاء الأفراد من التقاط لحظات فرح بعودة الحياة وتطبيعها كواقع جديد ومغاير لزمن الميليشيات، والتي ظلت تهدد حياة المدنيين بالقنص وزراعة الألغام في هذه المناطق طيلة الأشهر الماضية. بعد تحقيق تقدم على أكثر من محور في جبهة القبيطة في محافظة الأحج المتاخمة لجبهة حيفان في محافظة تعز، يتمكن الجيش الوطني من حرمان عناصر الميليشيات من التقاط أنفاسها ومحاولة ترتيب وضعها العسكري مجدداً.